وعندك هنا بص بقى، ها احنا النهارده اتقلنا. الله يبارك لك يا معلم سعدون، ربنا طبعا. البهايم دي جايه من بقى مقوله ولا جواز؟ الله يبارك لك. جواز ايه؟ سلالات يعني. جميل. مش اي بهايم بقى، مش بالقد يا كبير. جميل. اتفرج يا باشا. العشر سبعه يا جماعه. انا عامل لكم مفاجاه النهارده، جايب لكم بضاعه وجايب لكم سعر من داخل مزرعه المعلم سعدون. يلا بينا على بركه الله نبدا. سلام عليكم يا معلم سعدون. كل سنه حضرتك طيب يا راجل يا محترم. الاول عرف متابعيني بنفسك. سعدون عبد الحميد. المعلم سعدون عبد الحميد. عنواننا الجميل اتنين الشبوره يا باشا. اتنين الشبوره. الحمول. الحمول. اتنين الشبوره. مركز الحمول. مركز ومدينة الحمول، محافظة كفر الشيخ. عرضة يا كسر بص. احنا متعودين منك يا ريس سعدون دايما بتجيب لنا بضاعة وخامة. وأسعار بقى. حبيبي. بص تقصير. الله يبارك لك. النهاردة بقى يا معلم سعدون، أنا شايف معاك ثلاث شابات من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عشر. ده عشر سبعة. طبعا ما فيش عشر ولبن، كله عشر. لا عشر كله. عشرة إيه؟ كله عشرة إيه. جميل. طيب هنبدأ بأول واحدة يا معلم سعدون بقى. ده عشر سبعة. عشر سبعة؟ الشاب ده عشر سبعة. السن ايه؟ قفلة جديدة. تقدر توريني السن؟ ماشي. جميل. السن يا رجالة ما بتدراش. السن ما بتدراش. لا حاتت ولا الكلام ده. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. وادى الشسامي بايد يا رجالة اهوت. متوكل كده برضه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. يا معلم معلم سعدون. عشر سبعة؟ سبعة. هتسلم جساسة طبعا على الكلام ده. جساسة. جميل. جميل. ولو عرفت السعر بقى تمام. ادي الفتحه يا رجاله اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي العظم الموزون اهوت. وادي الارضيه اهيت. اللهم صل على سيدنا النبي. رزق الله يقني. وادي الريس جمال تحت البار اهوت. يعني مش مخليل من الحلاوه حاجه خالص. المال الحلاوه ما اشرب. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال. المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. حبيبي يا جمال. وادي العمه يا رجاله قدام حضراتكم اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادى الدش والرقية اهوت، مش مخليها من الحلاوه حاجه خالص. ممكن تسحب لنا خطوه صغيره كده يا معلم سعدون؟ اخد خطوه دي. حبيب العشر سبعه يا رجال. المعلم سعدون بيقولوا العشر سبعه. جميل جميل. على الهادي كده، على الهادي. على بس. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم سعدون، يعني ان شاء الله تولد على قد ايه باذن الله؟ ان شاء الله من غير مقاطعه مش مكمله شهر ونص يا اظن الخير بتاعها جاي في البرسيم. ربنا يبارك. صح؟ ربنا يبارك. يعني رزق الله هيقني. شوف ربنا يبارك لنا الشابه دي بقى. جميل جميل. اعلى الماء. رزق الله هيقني يا رجال. يعني حاجه مش جاي مش جاي من الطياره ولا حاجه. مش بقرات الحسن. خيرها جاي في الربيع. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اربط يا معلم سعدون. شايفين العظم والشاسيه والحلاوه يا رجاله؟ تعالى بقى خش على الدباب البشريه. جميل. اللهم صل على النبي. دي قلنا يا رجاله العشر سبعه والسن قفله. وهذا العرض رقم اثنين اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اسحب خطوه هنا كده الاول. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الحلاوه والجمال يا رجاله؟ مش مخليها من الحلاوه حاجه خالص. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الشاسيه من بعيد يا رجاله؟ رزق الله يقني. النهارده المعلم سعدون مش مخلي من الحلاوه حاجه خالص. اقف مكانك كده يا سعدون ده واحده. شايفين الفتحه العريضه يا رجاله؟ شايف عظم الريش؟ شايف الارضيه الموزونه؟ اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادى الدش والرايه اهوت. الركب سالمه. ادى العمه. اللهم صل على سيدنا النبي. رزق الله يقني يا معلم سعدون. العشر كام قلت كام حضرتك؟ 8 يا باشا. طبعا هنسلم جساس يا باشا. جساس. واحلى حاجه في العرض دي يا جماعه ان شاء الله الخير بتاعه جاي في البرسيم. يعني مش هتشيل هم حاجه خالص. انا عامل برسيم يطلع شهر ونص يكون. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا بقى يا جماعه خلاص اقفل يا ابني. هو فتح على المباشر. هنا برضه يا جماعه خلاص برضه من البص. وادي العرض رقم ثلاثة برضك يا رجاله اهوت. بص السن دي يا معلم سعدون؟ دي معاها 15 لسه. جميل. يعني لسه يعني لسه ما قفلتش؟ لا تمام. عدها لسه. اللهم صل على سيدنا النبي. رزق الله يقني يا رجال. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. دي رجلك 100 لسه. تمام. بس بس بس. من امتع الماء.
ادي المشي يا رجاله اهيت، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا معلم سعدول، اللي في بطنها دي بطن الولد الثاني. اللهم صل على سيدنا النبي، رزقك يا اللي هتقني. كفايه ضحك على الفلاح والمربي. المعلم سعدول النهارده بيكشف المسطور وبيحطم اسعار المواشي كلها. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الشاسمه بعيده يا رجاله؟ طبعا انت ما بتشتريش من السوق وشك ظهرك. السوق هنا يا باشا. انت بتشتري من مكان مضمون. يا باشا بص، اعرف انت بتدفع فلوسك فين وبتشتري منين. انا 6 شهور از 10. اللهم صل على سيدنا النبي. العشر كام يا معلم سعدون؟ 7 ضعف. جميل. معاه 15 شهور اجل. اللهم صل على سيدنا النبي. دبابه واقفه اهي. دبابه واقفه يا رجاله اهي. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. مش مخليه من الحلاوه حاجه خالص. ورزق اللي هيقني. كل اللي طالبه من حضرتك تصلي على النبي محمد اللي بيتفرج على المال الطيب ده. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الارضيه الموزنه؟ عم علي عبده حبيبي ابو فارس. شوف كل سنه حضرتك طيب يا شيخ علي. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين العمه يا رجاله؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. غزاله غزاله. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. انظر بعينك وارحم بقلبك. مال يرضي. انظر بعينك وارحم بقلبك وصلى على النبي محمد. بسم الله. يا اللي بتتفرج على المال الطيب دوت. صلى على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اربط يا معلم سعدون بقى. شبتين يا جماعة عشر 7 ورقم 3 العشر 8. الحاج سيد البسطاوسي بيقول لك بكام يا معلم سعدون؟ طبعا هنعرف الاسعار بكام منين؟ قصدك على ايه يا عم السيد؟ تقريبا قصده على العشر 7 اللي انت حضرتك بتربطها دي. كمل بس العرض وبعد كده نعرف الاسعار من حضرتك. عاوز اقول لحضرتك انت ما بتشتريش من ارضيه السوق وشك ظهرك. اعرف انت بتشتري منين وبتدفع فلوسك من فين. هنا بص من داخل المزرعه. اللهم صل على سيدنا النبي. عجل ب 230,000. عجل اهوت خليط من المال العالي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي عاوز يدخل تسمين، اللي عاوز يستثمر في المضمون، المشروع الناجح والمكسب السريع بامر الرحمن. اللهم صل على سيدنا النبي. 8 شهور تقريبا يا معلم سعدون ولا اقل من كده؟ 7 شهور بالظبط. اللهم صل على سيدنا النبي. بالظبط. شبعان لبن. وسلايل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والمال ده سلاله. النهارده المعلم سعدون من قريه 2 الشبوره مركز الحامول محافظه كفر الشيخ مش مخلي من الحلاوه حاجه خالص. وعلى فكره قبل كده قلت لك البيع ما هتغلى. جميل. من سنتين. تمام حصل. مش هيشتري معلش عارف يشتري بهاي. حصل. لفت كلامه وجه. تسلم. النهارده مولع على رايك. حبيبي يا معلم بس اسمع يا معلم سعدون. احنا متعودين منك بنسمع منك بضاعه وسعر. يا باشا صل على النبي. الاسعار تبقى في الدنيا كلها رافعه. عاوز اقول لك ايه؟ الاسعار في الدنيا كلها تبقى رافعه بس عند المعلم سعدون. عاوزني اقول لك ايه؟ عاوزين ما يرضي الله عشان الناس عشان الفلاح والمربي اتفرم. الفلاح اتفرم والضحك عليه كتير. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الشاب ده ايه؟ مش هنغير بقى. جميل. شوف مباشر. حبيبي. ماشي. ب 57,000 حي على الفلاح. 57,000 صلى على الحبيب. 10 7. يا نهار ابيض. عاوز اقول لحضرتك لو نزلت السوق هتلاقي في اسعار في البقر العشر والبقر الوالي. انزل السوق وانت تعرف الاسعار، في اسعار اللي من دولت في السوق رافعه. انزل السوق قبل ما تتصل على المعلم سعدون. انزل السوق واسال وبامر الله هتلاقي المعلم سعدون محطم الاسعار. المفاجاه حبيبي. 10 8 ديت ب 65. 10 8 ب 65 اللي انتظار ولاده اللي هتولد اللي هتولد بعد 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 حاجات بسيطه. والمفاجاه بقى راجع نفسك يا معلم سعدون. المفاجاه حبيبي. المفاجاه العجله دي. اللهم صل على ال 10 7 اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي لسه معاها خناص. المفاجاه بقى. جميل. ب 53,000. الله اكبر. مش هنكذب. راجع نفسك يا معلم سعدون. حبيبي بقول لك عليه. حبيبي اسرقهولك العرق محروم. المعلم سعدون خليها دمار. ايوه تحتوي. المعلم سعدون النهارده بيتحدى جميع تجار المواشي. 53,000. المعلم سعدون النهارده بيتحدى جميع تجار المواشي اللي على مستوى الجمهوريه. مش انا بقى اللي براحتنا يا استاذ. جميل. ماشي 57,000 دي. 53,000 الشاب ده والعرق محرومش. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم تليفون المعلم سعدون موجود في العرض وبقول لحضرتك المعلم سعدون بيتحدى جميع تجار المواشي اللي على مستوى الجمهوريه. 53,000. اسعارنا يرن علينا بقى. 53,000 10 7 وطبعا هتسلم من جسيسه معلم سعدون. نطلع من هنا. جميل.
يا حاج علي يا عبده سامع الاسعار والشلشول والبز والطعام كل زي ما انت شايف. اللهم صل على سيدنا النبي. مش هنبيع الا براحتنا. شايفين يا جماعه الوكيل مين ازاش؟ ربنا طبعا. ببيعها بالفتحه ب 10000. الله يبارك لك بالفتحه. الله يبارك لك. مش هعمل حاجه على عيالك. انت راجل سليم يا معلم سعدون. 10000 حاله. انت راجل سليم مفيش تغيير عليك في اي حاجه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. طبعا يا جماعه رقم المعلم سعدون موجود في العرض، واللي محتاج اي حاجه من العرض دوت يتواصل مع المعلم سعدون، ورقم التليفون موجود في العرض. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. ماشي احنا سكه الفقير حبيبي. انت بتعرف ايه بما يرضي الله الفلاح ضحك عليك كتير يا معلم سعدون واتبهدل يا اشرف حبيبي. يا باشا انا بقول لك ربنا يكفينا شر الظلم ويظلم واحد بقى ماشي ويظلم حد. ربنا يكفي شر الظلم طبعا. ربنا يكفينا شر الظلم طبعا. سعر المواشي اللي انت شفت عليه ماشي، ومن داخل برضه المزرعه حصل لك عرض. انا بقولك احلى عرض دلوقتي حبيبي. بس واحده واحده كده يا باشا. شايفين يا جماعه اللي معانا على البث يا جماعه عشر سبعة، وطبعا معاه الخناصر ما كسرتش، وب 53 الف صلاة على الحبيب. يا نهار ابيض يا سعدون دمر. هتعمل ايه فينا تاني يا سعدون؟ واجلك نية. والعنوان بقى اتنين الشبورة مركز ومدينة الحمول محافظة كفر الشيخ، دخل ادارة. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. عنوان المعلم سعدون يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم اتنين الشبورة التابعة لمركز ومدينة الحمول محافظة كفر الشيخ. أي حد يا جماعة حابب يستفسر عن أي حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا تحت أمر حضراتكم. وزي ما أنا كاتب في العنوان تحطيم أسعار، فعلا المعلم سعدون بيحطم الأسعار النهاردة. ماشي وعندك هنا بص بقى. احنا النهاردة اتقللنا. الله يبارك لك يا معلم سعدون. ربنا طبعا. البهايم دي جاية من بقى من كل اللي جوازي. الله يبارك لك. جوازي. سلالات يعني. جميل. مش أي بهايم. بقى مش بيقدر كبير. جميل. العشر سبعة يا رجال. العشر سبعة يا رجالة. تمانية. دي تمانية. جميل. 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 العشر الشابة. مالي يا جمال. مالي يا جمال. العشر سبعة يا رجالة. والسن طبعا لسه معاه خناصر. مالي يا جمال. مالي يا جمال. العشر سبعة يا رجالة وهتسلم جساس. اللهم صل على سيدنا النبي. والسعر النهاردة سعدون حطه من الاسعار خالص. ربنا يستر عليك يا سعدون من تجار المواشي. ربنا يستر عليك يا معلم سعدون وانت نازل سوق بالقاس. 53000 صلاة على الحبيب. اللي عنده من دي يقول انا اهو. اللي عنده من دي يقول انا اهو. وادعمني بصلاة سيدنا النبي. تقول لي بعد يومين تعالى خدي اكسبك فاخد. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي عنده من دي يقول انا اهو. مش هتبقى لك فوق منها واخدها مش هتاخدها منك. حبيبي. اللي عنده من دي رجالة يقول انا اهو. 53000 صلاة على الحبيب واللي في بطنها الولد الثاني. وربنا يا رب يبارك لكل الناس. ربنا يحميكي. خش يا غزالة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 53000 صلاة على الحبيب. وادعيك لذكر خالتها رجالة اهوت العمر تقريبا 8 شهور 7 شهور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. رقم تليفون المعلم سعدون موجود في العرض. واللي محتاج أي حاجة من العرض ده يتواصل مع المعلم سعدون. ورقم التليفون موجود في العرض. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بس يا ابني سيبك تخش بقى. خش. عنواننا طبعا اتنين الشبوره مركز ومدينه الحمول محافظه كفر الشيخ. اللي محتاج اي حاجه من متابعينك. اي حاجه. عاوز جاموس، عاوز بقر، عاوز عجول، عاوز. ولا حضرتك تخصص حاجه واحده؟ يا باشا اي حاجه انت عاوزها. جميل. عاوز لحم ماشي، اللي انت عاوزه موجود. يعني كل حاجه بامر الرحمن. يا باشا بامرك يا رب العاوز يسن العصفور موجود. تسلم. كل حاجه بامرك. تسلم يا معلم سعدون. سيبك بقى من الهلا والحط والودي. حبيبي يا معلم سعدون. لما حضراتكم سمعتوا يا رجاله اهوت كل حاجه على المباشر من داخل مزرعه المعلم سعدون. انت كلهم في السوق. حبيبي يا معلم سعدون. يا باشا. لا طبعا. بمرضي الله. مفيش الكلام ده. الاسعار دي مفيش الكلام بس وخلاص حبيبي. واحنا مكاننا معروف. ابو معاذ السني بيقول لك العجل سعر العجل كام؟ 32000 ما فيش تغيير. 32000 صلاه على الحبيب. مفيش تغيير عم ابو معاذ. 32000 صلاه على الحبيب. وانا متاكد ان شاء الله لو تواصلت مع المعلم سعدون، المعلم سعدون من الناس المحترمين واكيد هيعمل معاك واجب ان شاء الله في اي حاجه. اي حد على دماغنا كده حبيبي يا معلم سعدون. شكرا ليك يا معلم سعدون. اي حد على دماغنا يا باشا. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد من يوم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.